بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023. وقال رئيس اللجنة الدكتور غازي الاذنبات إن مشروع القانون يعالج العديد من القضايا التي يعاني منها الأردنيون جراء عدم التزام البعض بقوانين السير، مؤكدا أن اللجنة ستناقش مواد مشروع القانون بشكل مكثف للخروج بمشروع قانون يحافظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم. فيما شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة الذي حضر جانبا من الاجتماع على أن التعديلات على مشروع القانون أصبحت ضرورية لأهميتها بالنسبة لحياة المواطنين. حقيقة يعالج كثير الكثير من الأمور اللي بنشكي منها وبنعاني منها. ستجدوا نقاط جوهرية بعضها قانونية، مثلا تعريف الحادث بأنه الحادث يجب أن يكون غير مقصود، وهذه نقطة جوهرية يعاني منها كل رجال القانون، لأنه أحيانا أنت تستخدم السيارة كسلاح جريمة. النقطة الثانية لعدم مسؤولية السائق جزائيا، الحالة اللي درجنا عليها دائما أنه دائما الحق على السائق عندما يكون الحادث مع مشاة، وهذا يشكر للحكومة ولمواضع هذا المشروع أنه اعتبر السائق غير مسؤول جزائيا في حال حدث سير نتيجة خطأ المشاة. المشروع هذا القانون تضمن تغليظا على عدد من المخالفات، مش على جميع المخالفات. تم إعادة النظر في هذه المخالفات وفقا لمعايير معينة وليس جزافا. تم إعادة النظر في هذه المخالفات وفقا لعددها، نسبة تأثيرها على أرواح الناس وعلى الممتلكات العامة والخاصة. طبعا القانون النافذ حاليا اللي قلنا أنه هو من سنة 2008 هو 54 مادة، مشروع هذا القانون 25 مادة. عمر العقوبات والمخالفات زي ما قلنا 16 سنة، يعني من 16 سنة لم يطرأ أي تعديل. القانون النافذ حاليا بتضمن 214 مخالفة، مشروع هذا القانون فيه 68 مخالفة، تم استحداث 11 مخالفة جديدة. طبعا في ضوء التطورات اللي حصلت عندنا،